في امور كتير انا بعرفها انفعلت وخسرت فيها. يعني انا مثلا اليوم بالوضع اللي انا فيه نتيجة انفعالات معينة مرت معي بين 98 وال 2004 لو ما اتعايش مع الانفعالات واتعاطى معها على قاعدة ردية الفعل، المعطى اليوم كان غير شيء تماما بالنسبة لي. نعم. ولا تقرأ شعر الله خير. صح. كيف؟ مش معناتها أنه يمكن كنت بوضع أسوأ، ما بعرف، بس أكيد ما كنتش بيضل 100%. في آفات كتير بهالمجتمع، وكل مجتمع في آفات، منها آفة الكذب. كيف تتعامل مع الكذاب دولة الرئيس؟ بتقله بجره أنت عملت هيك، ما تتعاطى معي، هل قد شفاف ولا؟ مش ضروري، بهمله. تهمله؟ لك بهمله. حتى لو كان مقرب لألك؟ بهمله طبعا. شو إذا كان مقرب لي؟ بطل موجود، بيروح بصفي فرق أملي، بطل موجود نهائيا. مرة اثنين بعدها بصفي تسلي أو بتتسلي فيه، بتبقي مدركي مسبقا أنه ما مالك شقوة وبتهم لي. طيب إذا حدا بيلغ بالإساءة لألك، بيلغ، كيف ممكن تكون ردت فعلك؟ ما حدا بيتجرب، حد هلأ ما حدا تجرب. ليش؟ بيحسب. حساب شو؟ لأنه هو بيعرف أنه في ردة فعل، يعني بيعرف انه في ردة فعل، لانه بيحسب له للإساءة. بركي قررت سأله انا شو بتعمل اذا قررت تسأله؟ ما بعرفش، حسب كل قصة مرتبطة ووضع. يعني انا في ناس سألوني عفيت عنه. انا تعرضت لمحاولات عديدة. مزبوط. واقسم بذات الله قلبي ابيض وصافي لهم كأنه ما في شيء. قالوا انا ما ابدا بدرست السيد المسيح. بيقولوا انه الرجل العقرب بيخترق بعيونه اعماق الانسان، والموجود قباله بيقدر يقرا من اول ثلاث دقائق. حسيت انت يا لصا؟ انا حسيت صراحه. قديه عن جد بتقدر تخترق الاخر وتفهمه؟ يمكن بس يحكي، يمكن بس يتصرف. ليكي اختراق الاخر وفهمه صحيح وارد. كيف هيدي؟ شو هيدي مثلا؟ بتجي هيك هبه الله بيعطينا اياها ولا نحن بنتعلم؟ ما بعرف شو هو الحقيقه، بس انا يعني في 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 شعور بيخلق عندي. يا بيقربك يا بيبعدك عنه. بس بتقولي لي كيف؟ بقول لك لا ما بعرف، ما بعرف. عندك بس بتبقى هو عيناي بيبقوا مثلا مثل عينيك شفافين، عرفتي كيف؟ بتسمحي للاختراق. يخلي لي هيك افكاره خاصه بالنسبه للحياه وللموت وللحب وللدين وللمرض. بتشوف هالامور من منظارك الخاص. كيف يعني؟ يعني بتفهم الموت بفحوى اخر، بتفهم الحياه بفحوى اخر. صحيح صحيح. كيف يعني من منظارك الخاص؟ طبعا من منظاري الخاص. كل واحد، وانا بعتقد مش بس مقتصره على ابن العقرب، كل شخص عنده مفهوم ونظره لهذه الامور اللي عم تتحدثي عنها، نظره من منظاره الخاص وطريقته الخاصه. طبيعي، بس في شيء بيجمع بيناتهم. لا حضرتك عندك يعني نظرتك الخاصه الى الامور، يمكن الموت في ناس بيخافوا منه، انت بتشوفه عبور، يمكن المرض في ناس بيفزعوا أنا منه. انا اتهيبه، بخاف منه. بس انه ما بقيش هيسه. شفتي كيف؟ في فرق، في فرق. طيب من شو بتخاف بالحياه؟ هيك بس كون قاعد بينك وبين حالك بتفكر. الحقيقه لحد هلا لم اشعر بالخوف من اي شيء في الدنيا. حتى لما تعرضت لمحاولات اغتيال؟ ثلاثه. ايه وما خفت ابدا؟ حوادث. لم اتعرض للخوف لحظه واحده. بدليل انه كل اهلي بالمنطقه بيعرفوا انه بعد كل حادثه كنت اركب بالسياره تنهار وسوق السياره وابرم لبقى لوحدي. طيب من وين مستمد القوة كلها؟ لوحدي. ثقتي بالله وبالناس. انا نحن ببيتنا وبتربيتنا نحن بنشعر بكل بيت بالبقاع انه بيتنا. هذا شعور موجود مش له علاقه بالانتخابات وبالسياسه. يمكن هالبيت، وبنشعر انه مش بس نشعر انه بيتنا، ونشعر اننا محظونين من قبله حضانه خاصه لهذا البيت. حلو.
ايه بقى بالانتخابات شغله تاني، الاصطفاف السياسي وقيمه المذهبيه بتلعب دور، وقيمه الطائفيه بتلعب دور، وقيمه الاجواء العامه او هذا موضوع اخر. عم بحكي عن علاقتك بالعالم. هلا بذره الشر اللي انزرعت مش انا اللي بقدر ردها ولا الناس بتقدر تردها، بس بدها تصير بتصير. طيب مع اني انا ما بدي فوت السياسه، بس خليني اقول يعني بوطن مثل لبنان قد ايه الواحد فيه تابع بالسياسه ويعيش السياسه ويسمع السياسه، وقد ايه فيه ضل طبيعي اذا ضل بهال يعني نحن عم بحكي كمواطنين. ما شفتي انا بطلت طبيعي. لا مش عم مش عم بحكي عن حضرتك، عم بحكي نحن كمواطنين يعني عم نتابع السياسه ونسمع السياسه وكل يوم في سياسه شئنا ام ابينا، قد ايه بضل هالمواطن طبيعي اول شيء، قد ايه ثاني شيء بضل متعلق بهالرمز يلي هو القائد؟ ما نحن بنطلع شيء بنقوم على شيء ثاني. عمليا الطائفية والمذهبية بتخدر بتخدر؟ بتخدر. بينسى الواحد؟ بتخدر. بتكره الناس السطحيين وتؤمن بالناس العميقين. أوه. مش بكره كلمة كره أنا ما عندي يعني كرة. هي كبيرة مزبوط أنه هي كبيرة بس أنه يعني شو كارثي يعني السطحي كارثي يعني لأنه مش بتعملي بس العميق طبعا أنا العميق بقصده بس أقولك السطحي ما بيكون مرتاح أكتر من العميق. إيه هيك أي موضوع تاني. طبعا قال له الأخلاق من الهمة أخلاق من الفطن طبعا. أي أسهل الواحد دولة الرئيس يحكي ويناقش ويتحدث مع فيلسوف ولا مع جاهل؟ لا طبعا لا ترموا بجواهركم السيد المسيح. لا طبعا مع الرجل اللي بيفهم والذكي حتى لو فلسف الأمور وكبره يعني مش عم نحكي المغالات بالتفلسف يعني بالمنطق السفسطائي يعني بتصفي، نحكي بالفلسفة أنه الرجل العلم يعني رجل العميق، الرجل الفهمان، الرجل المثقف، الرجل اللي 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 اللي, 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 اللي بيفهم الأمور أنت إليك يعني أنت تستفيدي منه إذا أنت حورتي قعدتي معه. قد ايه حضرتك صعب بانتقاء الأصدقاء؟ يمكن عندك رفقة كتير ومعارف لا تحصى ولا تعد، بس قد ايه عندك صعوبة باختيار الصديق الصدوق؟ سهل جدا وصعب جدا الاثنين سوا. كيف يعني؟ التقرب من الناس والقربة من الآخرين سهل جدا أكتر ما بتتصور. وبالحق ما بشيري وبياخدوا الأمور أول شيء بظاهرة كيف؟ بعدين هي التجربة والعلاقة وتطورها، نوعية التصرف ونوعية القناعات المشتركة والأخلاق و هي اللي بتعمق الصداقة أو ما بتعمقها. وكم يعني من صداقات كانت موجودة مر عليها زمن طويل استطاعت أو كان فيها شيء مخفي بين على كبر بعدين ورجعت هملتها أصبحت غير موجودة. هل عندك أصدقاء من الطرف السياسي يلي ما بيتبعوا خطك أو فكرك السياسي؟ إيه ليش لا أصدقاء بس إني أصدقاء أصدقاء ولا إذا عم تعطي ما يعني تعريف للصداقة العميقة المزبوطة قلة بس تقريبا موجود ناس. يغار على المرأة التي يحب من النسمة؟ إيه طبعا. ليش؟ طبعا بدنا هيك نسكر عليهم ونحكي حقية؟ لا مش عم نحكي تسكير، مش عم نحكي تسكير من النسمة؟ ليكي بدي أسألك سؤال. النسمة بس تجي على وجه المرأة شو بتعمل؟ حسب. لا بتقري معي بدك المنطق تمشي فيه تنعشها. أنا برأيي إيه بس ما بتفوت تحت جلدتها. إيه ما بتتعاطى بوجهها، ما بتلعب فيها. صح. إذا ما غرت هذا خطأ. طيب في مرأة مثالية؟ لا هذا يعني الكلام اللي أنا أقوله بمعنى المجازي. أكيد طبعا. مش بالمعنى إنه يا لطيف وعده الأوضة وسكر. هذا مرض بصف. أكيد. والذي قد أكون أصبت به في مراحل معينة. كنت تغار كتير لكن. طيب في مرأة مثالية بنظرك؟ في مرأة تستطيع أن تفهم الآخر وتداوي مرض هذا العاشق إذا كان قد تسلل إلى هذا المرض. أوه.
هيدي المرأة اللي بتفهم، اللي عندها قدرة عقلية وجسدية وبتبقى جميلة وبتبقى عرفاني عرفاني انه هو عشقانة وعرفاني انه بغار عليها، انه ما تعزز، لانه المرأة عندها اوقات مايل انها تلعب بنقاط الضعف تبع الرجال ظنا منها انه بتخليه يتعلق فيها اكثر. وقت تكون الرجال بمرحلة العشق والمرأة تجي تلعب على هالوتر، هذه علاقة محكومة بالفشل. بدها تعرف أنت العلاقة وصلت للحد الكافي انه تعلق وخلص 100%، ما عادش في داعي تلعب لعبة التعليق صح والإيحاءات وتحط الربوء وتشيل التاني والتالت وهي بتبقى ميتي علي بدي. عرفتي علي كيف؟ ساعتها شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ بدها تكون فنانة وذكية وفهيمة بطريقة تقدر تحول هالمرض إلى حالي تدوب المرض فيه لمصلحة إنعاش الحالة الصحية فيه، وليش عائلة هي بتقدر تعملها. بيقولوا السعادة بتحوله لرجل العقرب من عقرب إنسان إلى نسر عظيم يحلق في الفضاء. 100% مصبوط. طيب بس سعادة بشو؟ هل برأيك في سعادة؟ سعادة ملموسة؟ اللحظة صغيرة؟ لحظة الفرح. تشارلز ديكنز عامل تعريف للسعادة. نعم. تعريف متشائم يميل إلى التشاؤم. بيقول happiness is nothing but an occasional episode into a continuous drama of pain. فإذا هذه اللحظة الابيسود اللي بتجي بهذا المسار من الألم والحزن هذه حياته، بدي سلم معك شددا أو معه أنه هذه طبيعة الحياة. أنه لحظة الفرحة هي السعادة. شو السعادة يعني؟ لا يمل من الجلسة معك. حد الـ حد الـ 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 الحبيبة بحضانتها باستمرار، هاي بتطول لحظة السعادة الابيسود. إن شاء الله كل أيامك دولة الرئيس بتكون سعادة. شكرا بسعادة. شكرا. تفضل كلمة أخيرة قبل ما نختم. أبدا أنا سعيد بهالإطلالة. شكرا إليك يا هلا، وبعتبرها هاي إبيسود فرح الجلسة معك. أنا أكثر شكرا للقائك الحلو بهالصبحية الحلوة والمميزة، نائب رئيس المجلس النيابي السابق الأستاذ علي الفرزلي. أهلا وسهلا. نحن بنتمنى لكم بقية نهار سعيد وعودة لمتابعة باقي فقرات يوم جديد. وجامع الصبحان يطالبون فيها المجموعات الإرهابية المسلحة بالخروج من الحي. هذا جيش الوطن، هذا منا وفينا، هو حامل حما أمان يعطينا. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد الهيان أن من يدعم الإرهاب في سوريا مسؤول عن هدر دماء السوريين الأبرياء وعن انتشار الفوضى في منطقة الشرق الأوسط برمتها. وأوضح عبد الهيان في مقابلة مع قناة روسيا اليوم أن توقف بعض الأطراف الخارجية عن دعم الإرهاب في سوريا يعني جنوح الأوضاع فيها نحو السلم والاستقرار، مشيرا إلى أن إيران وروسيا لديهما رؤية مشتركة تجاه ما يجري في سوريا، وهما يؤيدان الحل السياسي السلمي للأزمة عبر الحوار ووقف كل أشكال العنف والعمليات الإرهابية والتدخلات الخارجية بالشؤون الداخلية السورية. وشدد المسؤول الإيراني على ضرورة إعطاء الفرصة للشعب السوري كي يقرر مستقبله بنفسه بعيدا عن أي تدخل خارجي، مؤكدا أن اتخاذ القرارات من الخارج نيابة عنه مصدرة لحق السوريين بتقرير مصيرهم وتحديد مستقبل بلادهم.
إذا قررت بعض الأطراف الخارجية وقف الدعم للجماعات المسلحة وبعض الجهات الإرهابية في الداخل السوري، فإن الأوضاع سوف تجنح باتجاه السلم بسرعة، وستوجد أرضية لتطبيق الإصلاحات التي طرحها السيد بشار الأسد وتشكيل حكومة وحدة وطنية ودعم طريق الحل السياسي، أما اتخاذ قرار من الخارج حول